بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وقوا كبلاغن يا آيات اللب بقل إيا اللب أو سورة البقرة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى يقول نوغس ورمي أحكام الحج أيا إلهي نوغس ورمي ووحا وي مركا لأنه كدونا يخاتم ذي ذي ولي مركا وحاين كده حجرنا أحكام تحجك أيين كده حجرنا ماشا أن وحا لو يقل أيا خاتم ذي حجك ماشا ودن بيسيء أيا ممناه يلي أيا إلهي سبحانه وتعالى ألكا نوغس يغيا مركا آيات عشر كان ودن بيسيء. وإلهي سبحانه وتعالى يسيري ذاتك مركا وحاوية يقوف عرفاء السميان وعلى بقى يبوت ذات إلهي أدنيا سؤالنا يا آخرنا وحبا قول هين ذات إلهي سبحانه وتعالى أدنيا آخر سؤالنا يا أم مؤمنين مركا لبقى أسقلاء يا إلهي كسوا ورمي مركا قوة ضمب إلهي هو الوحي إسكليه النصيب سواء إسكليه هو وحي كسبدين دراد وضع إلهي سبحانه وتعالى نواصر الحساب الإلهي. هذا وها إلهي كان يغيش يجي أحكام تحجك في وجودا بيسي. واذكر الله الله حس أيوده إلهي، واذكر الله الله حس أيوده إلهي سبحانه وتعالى في أيام من أول إلهي مع الميال بحضوغة أيام تأسون معدودات الليلة تريود إلهي. فمن روحي تعجل الدقدقون إلهي في يومين اللهم أعلم بحضوغة فلا إثم جنب عليه كركيس معا، ومن تأخر الروح تأخرنا فلا إثم عليه دم بيسير فركي سماهن دم بيقال لأنفنا أيوني لمن دول أيو إسو مالون إلهي اتقاء الله كعب صناعي وحج كيس إلهي وقعب صناعي واتقوا الله الله كعب صدون إلهي وألموا أغاد أنكم إذنكو إليه إلى الله إليه حقيس تحشرون إلا ينسوكوا من أيو إلهي يقول سبحانه وتعالى الله حص أيوب إلهي سبحانه وتعالى حسان الله حسان وحوية لتكبيرته أولا تكبير سنعي عند الجمر عند هم الجمرات وي عند هم الجمرات بورا مركا لطورنا أكتوضا تكبيرته ولا إمانا إمانا وي هو حوية برمحك استؤولا طورا ما بقى حيرك أولا طورا هو مركا سمد والبطل أولا طورا مد والبو حوية ولا تكبير سنعي وي هو حوية قفت الله أكبر أيو لي وحال منه أيضا لتكبير سنايا عقب الصلاوات وي صلاةها عربتوض وي أيضا نوال لتكبير سنايا مركو أحلى قولاء أيضا أيضا نوال لتكبير سنايا وقف قول إليه بسم الله والله أكبر أي إليه اللهم إن هذا منك وإليك فتقبل أي إليه مرك إلهي نور سبحانه وتعالى الله حصه بإلهي في أيام ما الميال محوظه بإلهي معدودات بولة كريي أيامها سواح ويالي أيام التشريق والسدح ذا أيال ولجي ذا وعانا ويالي مركاسي مالنت أو طبناتك أو يوم نحرق سدح لما المضء أو كبا بيس
ايه اللي يراه ده مركا ايامها في حال يراه ده ايام منع ايه اللي يراه مركا وحينا قنيسة ثاني يوم النحروي مالين تقلون ضوغة مالين كاذا اللبات ايه اللبات مالين اللي حيستوي اما سيدو هروا عدد كوشيئيني مالين تتبناتك صدح لما الموضوع كده ما يسوي مركا عدد يوم النحروي حوي وهو معلوم كي هالي يسوي ذبح يالي لكن وحوي معدود غير معدود وهي لرحمي الله ترمعي مركا اللبات ايوان او كده ما يسوي وبعد يسوى معلومان ومعدودات هالي رابع نوان معدود او غير معلوم هالي صاف لكن وحاقبه امام مالك يا قبه يا ابو حنيف هالي لكن سلا هو رؤوش لغني مدبت امام رائش افوه وحوي امارتيا صدح لما الموت او قدم بيسا يوم النحرق صدح ويره وحوي وامارتيا معلومات وي وانا معدودة لليه مرقى هدى ايامها او معدوداتك وايا متشيقة او صدح ذا ساس ويا لليه مرقى هدى سلا سالي رجي ذا معايا لما انت يوم نحرقة وحالة سمينة يا خميقة جمرة العقبة نحرقة يا الله سمينة يا حلقة يا الله سمينة يا دواف الإفالة يا الله سمينة يا ما المها كارين طودنا وحاوي وحالة سمينة يا جمرات كتورة شدودة ايضو مركة سوى حاوي اللي قبل اللابا ايو مدى الاحريس مسيدو من الاحريس كبعد وصدقى الوحي جينة يا وحال وختمة يا جمرة العقوي ما المها كلو مركزي لوضا ما الموضوع كلين تود ايه وانا سلاف يلي يلي هذا انقفك مركزي عوي تعجيل او نصف مينو هذا الهي هلك ان يبو شوي ايه خاص الله عوي رخصة ليس السيئة مركا ايامها الهي فصول الهي معدودات كهول الهي فمن روحي تعجل الدقدقول الهي وعلى قولا فمن استعجل بالنفر من منن قفك كد دقدقا إنه كرر كم نأو كررته في يومين لما على بحوض الإلهي لما على أوكم يا أيام متشرقة مركي وعواي بوره هذا أو جنتو هم يغاد أو سمايو فلا إثم الدم عليه تركي سمع نور إلهي أو تعجيل في أسدم بكم هلايو ومن تأخر الروح تأخرنه إلى وعواي أو كبر يهلين كسدحات إذا مركي سنو عواي جمرات كيس أو كتورته فلا إذن الدنب عليك وكيف معنا وإلهي معنا هو حال لقوضة أرنتا وحوي والله خيار قريي أرنتا والله خيار قريي لقوضة مركا إلهي قولي فمن تعجل روح إدك دي في يومين لهم على النحوض قفك وحوي وعا إلهي رخصدتك وسيي لهم على المركا يجوزان إنتا وحوي مالين تاسلبات قراح بيضو أي سبعين إنه معنا كرها كران ماشي ويتتجي كران ويمنا كبيح كران لكن حالي هذه قراءة مالين طلبات ايهود على ماشا واجب يكون قناة يسائلي جوغان او مالين تستدعاد يسوغان مركا هدى سيدة كتبتها يبقى ايان وحالي يري رسول كان عليه الصلاة والسلام وحاونا حريصي بالي يري ذاتك او وحاوي قاليد كواتين ايه وحالي القلقة اسمنو وقلقة فرده عن جيدة لهين مركا حوليها ايه ماشا كوكا جوغان يري مركا كوكا جوغان دواتا يكود عدنه وي نبغي أشياءتين عليه الصلاة والسلام أيها أيضا نسويد التالي إلي المركز ماشي أي كبك ديان وقالك وحا وي حيولي دي مركز الداغ إليها سيدان أيها هذا إلاد الصافي هذي أيها هذا نعدى وحيو اسكنا وطبع حكم ويجو التالي اسكنا وط فلا إذن عليه ريه دم كركي سماع تعجيل تاس ومن تأخر روح تأخرون إلهي وحال لقوة حتى بات ليلة الثالث وي هذيك سيد عالم دعو كبار ياي او بوريس او كتوران ياي فلا اذن الدم عليك كي سماها معنى الله ورا اصبح خيار على سيي لكن علماء الوحي لهذين ان سدح لما المولى بميسه تاس ايا اصل لها ليري هذا وحالي خمزان اصل مشروع يليس وهي هيبا ليري نبي الله ابراهيم مركي الامراء ليري انه مارت يويل كيس او قوره سيا راجع اولو بنيه وهو عيبا لاسماعيله ايه مركو سيوه او منا سيوه ماشا سنو كدو رأو رضي وهالي الشيطان ايه مارك يا اصوه بمبح ايه لانيه ومسجد كالكيس او صوبح مركز ايه طلبات نجح كتورا ليه هدنا وحوه صوبح هالي جمرة وصدا اكتالا
كل كاسوت يوضع كتورالي هذا نقول هو صوب بحالي جمرة العواء أكثر مر كاسوت هو كتورالي مر هذا وحالي خمية سيبتيس ويز وشالي لكن حكم كيس باقي علي أو أيضا هذا رد الصوت الصاف يعني هذا نوع هو حكم كيس باقي إلى يقول سبحانه وتعالى لمن اتقى وهذا سوق الدريسة سلامة الله تعالى جيو ونفي الاثم ويدم بزؤول لانفيه الى الله يقول سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه بل في الذنب يسوء لانفيه لمن دي لا يؤس ما لون الهي اتقى الله كعب صناعي قف حج كيس الهي وغبقاي معايا لقف مركو حج كيس الله وغبقه مركز اي حاج او حقيقه يهوي قفك وحاوي اسمع حاجية هدنا الله ان كعب سنيني وعوي حاج حقيق يا معن كاس الى يقول ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله الله كعب صلو الهي والله سبحانه وتعالى امر كيسة ينهي كيسة الله هو عب صلو الله هو ينفر فرطوما وينكر يا بركهارا وعلم اغادوا الهي انكم لنكم له الى الله الهي حقيسة تبشرون ان الذين سوكم من عيو وما لنت قيامه ان الهي سبحانه وتعالى محكمة ديتي لو كان عيو الله انا اعماشين وان كنت جاسين ايو الله كعب صدو الى الله سبحانه وتعالى كاسا جريسه ومن الناس بدك وحا كموه الى الله من دون يعجبك وكو عجب جرين ايو قول وقول كي صوب الله في الحياة نرش وكو عجب جرين اي ادي يعودو ويشد الله على نوغ مخاتي الى على ما في قلبه وها قلبه سكسوا انو مارك يا وافقصيه وها ايسان كشيغ ايو والحال هو يسونا على الدول خسام الدوديس أي برمك هيو الإلهي إلهي سبحانه وتعالى هو قالك أنه يشهد يا ورع الصوء أيوم يشهد يا وعن كسر بحني أحكام الحج آيات دي هذا موجودا بيسي آيات هو قدا بيسي هذا ماشا وعي مكجينا ورع الصوء أيوم مكجينا وها إلهي كورهما يا قول المنافقين تكمدة آيات إلهي هل كان آيات هو هما هالي وعين الشيخين انت عن عيدا معنية روجين علموا ايها الشيخين وعيك سيد التالى عيدا من منافقة هاي اولا به جري اخنس ابن الشريق لا به جري من كاس لا به جري اخنس ابن الشريق ايك سيد التالى عيدا مركة من كاس وهو عيدا لي نبي عليه الصلاة والسلام ايه لفر يسجل لي من هذا المعان ايوه هاي ونبي هذا المعان ايه شيء جلالي وهو نقول على جلالي إنه مؤمن أو يهي أو نبي أو همي أو نبي أو جعل يهي أو دوم كيس مركا نبي عليه الصلاة والسلام مجلس كيس وصوبة ويجري إن أن أرنتا صحبة كجر أو نين كانوا شيغايا منافقة أي أمرك إلهي كبه ليالي نين كانوا لبا عذاوية بدك مسلمين توقع لي عليه وحاو ملا لي مال بيرا بيرا وحاوية بلر أكو يالو مركاس إيه وحاو ملا لي دميرا أو بدك مسلمين فإليهم وهالي البيري هو القريب عليه دميرينا وحالي الفيلها يوكا ولا جريب عليه سيد عبد الإلهي سبحانه وتعالى عيدا كالو نورو شيئا حيث إن ماذا مركا سوى وقا ومسلمين تاليه مركا عبد من كان منافقين كلا جيه جيتو سدح بغول جاريس وهو حوالي أصدق عرين تعم كل عميد هاليه أخي الناس وحالي وحا لقب كالوغا بغاليه وحالي وحالي سوق هذا ليه مركا سي بالأخنس عليه وقال إذا ما لنت بقر عليك وانتبه ومعناه وحاوية تخمس وحاوية مال وقوة جنبها ليلة مالك ما لنت بقر أيه وصغريالي إستغى إيه رجل ما عليسة مركز أيها وهونا هيدا لي هدين محمد مانت اللي يجر جاله فالعزة لكم هو لي عزة إذن كان إسكالي محايا لوح أذاواء وما قبتين وظاهر محمد ونه هدين قالوا إيه ستنه محمد دبكي سيالي إذن كافيه قال هذا أن أيام كبه إلينا معايا للمنافقين تو لابد أدناء أيه لابد شقائستان برك إلهي يا رسول جيس وشيئي الله يبويري ومن الناس دتك وحا كمية من دون يعجبك أو كأجب جينا أيه قولي قول كيسو عشر كان آيات سيون وجوغي هلك سيونك أجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم